الإرهاب الإسرائيلي العابر للحدود والذي نشأ عليه كيان الاحتلال طال هذه المرة أحد مراكز البحث العلمي العاملة على تطوير القدرات الدفاعية كدواب الدليل القاطع وحدة الهدف والتوجه مع المجموعات الإرهابية المسلحة التي تعتدي على الشعب السوري ومنشآته. للعمل ميكروباصات لنقل العاملين، فانات لنقل الموظفين العاملين، ونحن هاي منطقة، هاي جمراية منطقة سكنية، نحن بجمع ما نبعد 200 متر عن ضاحية فردوس بجمراية. أثناء القصف اطلق الفشل الذي منيت به المجموعات الإرهابية بعد محاولة استهداف مركز البحث العلمي في جمراية بريف دمشق أكثر من مرة دفع إسرائيل إلى القيام بهذه المهمة بنفسها، واهمة أنها بذلك تضعف قدرات الشعب السوري الدفاعية والتنموية من جهة، وترفع معنويات